لنقاش الملف السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية العقيد أحمد الحمادي الخبير العسكري والسياسي السوري. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور. أبدأ معك من تسريبات الواردة عن سحاب النظام من مناطق في جبال التركمان، ما مدى صحة هذه الأنباء وهل هناك أي إشارة في الاتفاق لمثل هذا الانسحاب؟ الاتفاق الذي تم توقيعه، اتفاق سوتشي، لا ينص على انسحاب قوات النظام من مناطق محددة بعينها، ولكن مجمل الاتفاق يقول بانسحاب الأسلحة الثقيلة إلى ما وراء خط وقف إطلاق النار أو مناطق خطوط التماس. أما ما يتم اليوم في جبل التركمان بعد الاتصال مع بعض الجهات الفاعلة في تلك المنطقة، هناك إعادة تموضع وإعادة تشكيل جديد لجيش النظام بعد أن استتب الأمن تقريبا لهم، ويعني ابتعدت الأسلحة الثقيلة بعض الشيء عنهم بعد سحبها من قبل كل الفصائل المعارضة في تلك المنطقة. نعم، في هذا السياق بحديثكم عن سحب الأسلحة الثقيلة، ماذا بعد هذه الخطوة وما مصير هيئة تحرير الشام؟ بالنسبة لأي اتفاق هناك مراحل. المرحلة الأولى وهي كانت الأصعب هي إقناع جميع الفصائل بالانخراط بهذا الاتفاق وسحب أسلحتها الثقيلة من خطوط وقف إطلاق النار إلى ما خلف 15 إلى 20 كيلومتر حسب المتفق عليه ما بين الحكومة التركية والروس الموقعين أو عرابو هذا الاتفاق. أما خطوات أخرى فأتوقع سيكون هناك دوريات تسير في هذه المنطقة، يعني الروس يسيرون في المنطقة التي تخص قوات النظام، وكذلك قوات التركية التي جلبت تعزيزات كبيرة إلى هذه المنطقة ونشرت 12 نقطة عسكرية على محيط هذه المنطقة، ستسير كذلك دوريات في تلك المنطقة. وربما يكون الأصعب هو فتح الطرق التجارية ما بين حماة وما بين حلب، وكذلك الخط الام 4 وام 5 الذي يصلان اللاذقية بحلب وكذلك حماة بحلب، ومن يشرف على هذا الطريق والنقاط والحماية، هذا اتوقع هو يعني الخطوة او المرحلة الثالثة من هذا الاتفاق. اما المرحلة النهائية اذا صحت كل هذه المراحل وصحت النوايا الروسية والإقليمية وكذلك الدعم الدولي، سيبني منطقة في المحررة، ستكون هناك إدارة مدنية تشرف على هذه المنطقة ريثما يتم انتقال سياسي أو انتقال سياسي أو أي عمل وفق قرارات الأمم المتحدة، وخاصة نحن مقبلون على قمة رباعية ستشترك فيها أوروبا، فرنسا وألمانيا وكذلك الروس والأتراك من أجل مناقشة هذا الموضوع ومن أجل مناقشة اتفاق سوتشي بكامله. بعد نزع سلاح المعارضة الثقيل، ما هي الضمانات التي تلقوها بعدم توجه النظام لتنفيذ أي عمل عسكري ضدها، لا سيما أنه لم ينزع كل أسلحته الثقيلة في المنطقة المعزولة؟ تصحيحا، ليس نزع الأسلحة أو لم يطلب أحد نزع السلاح، السلاح الثقيل هو متبقي. نعم، هو متبقي بيد الفصائل، كل فصيل متمسك بسلاحه والخطوط الأمامية كما هي موجود عليها، الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكذلك المضادات الدروع موجودة في تلك المنطقة. نعم، لكن ما هي الضمانات؟ سؤالي كان عن الضمانات. نعم، التي لدى المعارضة لعدم هجوم النظام بسلاح ثقيل. الضمانات الوحيدة اليوم هو هذا الاتفاق والنوايا التركية الروسية. تركيا أدخلت قوات متعددة، دروع وكذلك قوات مظلات، يعني ما كوماندوس إلى تلك المنطقة، هي الضامن الوحيد. والضامن الثاني هو تمسك الثوار جميعا وكل الفصائل بسلاحهم، يعني عندما يتم الخرق من أي مكان أتوقع بأن كل الفصائل ستعود إلى المكان
التي خرجت منه هي موجودة بالفعل، ولكن ستعود الأسلحة الثقيلة من دبابات ومن راجمات صواريخ ومن هاونات، وهذه الهاونات والراجمات هناك مدى 40 كيلومتر لها، أما الدبابات فهي 8 إلى 10 كيلومتر، البي إم بي بحدود 4 إلى 5 كيلومتر. يعني إذا خطوط النار هي متدرجة، كل سلاح على حدة. ماذا عن منبج، وإلى أي مدى يعني الوضع هناك أن إتمام الاتفاق بين تركيا وأمريكا واستتباب الأمن في مناطق درع الفرات وإدلب سيتحقق؟ بالنسبة لموضوع منبج، هو متعلق بالعلاقات التركية الأمريكية، والرئيس أردوغان قال هناك بطء، ولكن هذا الاتفاق لم يمت حتى الآن. أتوقع هو بحاجة فعلا إلى جرعة إضافية من العلاقات الحميمية ما بين تركيا وأمريكا، وهذا الوقت تفتقد فعلا العلاقة إلى هذه الحميمية. هناك عدة مواضيع يجب دراستها كلها حتى تنفذ أي عملية أو تقارب أمريكي. هناك فتح الله جولان، هناك القس الأمريكي المسجون في تركيا، هناك قضية الاس اس 400، هناك يعني عدم ثقة ما بين الأتراك والأمريكيين، وخاصة بعد مجيء ترامب الذي كل يوم يغرد كما يحلو له. إذا الموضوع بحاجة إلى اجتماع تركي أمريكي موسع يعني يحل كل هذه المشاكل. أما مشكلة منبج حتى الآن فأتوقع لا تزال في الثلاجة يعني حتى الآن. ماذا عن توقعاتكم حول اتفاق إدلب؟ هل يمكن أن ينتهي لما انتهى عليه اتفاق منبج؟ يجمد أيضا؟ أتوقع بأن الروس اليوم يعني غير الأمريكان في هذا الاتفاق، هناك حاجة ضرورية لتركيا في هذه المنطقة، والاتفاق بدأ يعني بالتنفيذ، ولكن لا يمكن أن يتم الوثوق بالوعود الروسية ووعود النظام، وخاصة نحن نعرف والجميع يعرف بأن الاتفاقات السابقة التي جرت على وكان الروس أحد أطرافها تم نقضها. فالضمانات الوحيدة هي وجود السلاح ووجود المقاتلين والوجود التركي. لا أتوقع بأن الأتراك سيسحبون هذه الأسلحة بعد أي خرق لهذه الهدنة أو هذا الاتفاق، لأن اليوم تركيا أمام العالم يعني وضعت قوات بحدود 20 إلى 25 ألف مقاتل مع دبابات، و12 نقطة عسكرية تحولت إلى ما يشبه القواعد الثابتة، فلذلك تركيا هي موجودة. وأتوقع بأن الاتفاق قد يعني يسير، ولكن يسير بدون عملية عسكرية، ولكن هناك طلبات متتالية من الروس باتجاه الأتراك، من هيئة تحرير الشام وإلى أين وكيف سيتم قتالهم وأمور أخرى يتم بحثها بين الجانبين. وأتوقع بأن الأتراك لديهم الصبر الكافي من أجل تنفيذ هذا الاتفاق. الخبير العسكري والسياسي السوري أحمد الحمادي كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.